المسبوق في صلاة الجنازة يفعل كما في صلاة الفريضة أي نعم، بالترتيب. فما فاتكم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. طيب شيخ، أنا بالنسبة إذا كان الإمام سبق شيء بدل شيء بعد التكبيرة، يعني جاب أول الدعاء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نسي. صلاة الجنازة ما فيها زعوة، ما فيها فيها بس ممكن استدراك، استراحة. بمعنى دعا محل الصلاة على الرسول عليه السلام، فحينئذ بيلغي الدعاء وبيصلي على الرسول ويدعو في محل الدعاء. طيب شيخ، أنا لو أنقص من الأربع تكبيرات، كبر ثلاث. هي أسهل، لا، ما هو سلم. ركعة أهون ولا تكبيرة؟ تكبيرة. تكبير. جزاكم الله خيرا. وياك. إذا جهل، نعم. إذا جهل هذيك مشكلة، أما إذا السهو هذه ما عاد الإنسان مش بيده. لا إله إلا الله.